و النادي الاهلي النهارده لعب 4 4 2 زي ما احنا اتكلمنا، وان كان 4 2 2 2 اللي هو قفشه واجايي بيبقوا تحت راسات حربه او تحت راسين حربه، في نفس الوقت بيقوموا بدور الوينجين وفي نفس الوقت بيخشوا في نص الملعب. ودي نجحت في ماتش فيتا كلوب النهارده. ليه ما نجحتش في الشوط الاول بالشكل المطلوب بالنسبه للنادي الاهلي يا كابتن شيك؟ طبعا كنت اتمنى ان النادي الاهلي يكسب. وانا بتفرج على المباراه شفت كام حاجه كده، اولهم استسهال المباراه، اتعاملت مع المباراه مفيش الجديه بتاعت اللي انت كنت لازم تخرج بره وتكسب زي المباراه اللي قبلها، لا كان في استسهال للمباراه، عدم الجديه، ودايما الفرق الكبيره هرجع اقولها تاني وانا بقابل فرقه المريخ وعارف قيمتي كنادي اهلي وعارف قيمتي، هو كده كده بره البطوله ما عندوش حاجه يبكي عليه. لما اجي انزل مباراه من البدايه ما ينفعش ان انا اتساهل او اسيب مساحه للاعيب يفكر يباصي للي جنبه، لازم العب باسمي وتاريخي من الحاله الفنيه او الحاله المعنويه اللي قدامي هو عارف اسمي وتاريخي عامل ازاي. فبالتالي لازم انزل اضغط بمنتهى القوه، بمنتهى القوه من اول دقيقه. اربك الفريق اللي قدامي على عكس اللي عمله نادي الزمالك النهارده. فبالتالي قدر الفريق يجيب هدف من اخطاء دفاعيه مش متعودين عليها من دفاع النادي الاهلي. المسافات بعيده، ميز باص كتير جدا ممكن كانت مرتبطه بطريقه اللعب. واقول لك ليه النادي الاهلي رجع شوط اول سيء جدا بكل المقاييس للنادي الاهلي. حصل تعديل للفريق لما قفشه خرج ديانج ونزل قفشه اخد حريه حركه في وسط الملعب، وده الطبيعي وده المكان بتاعه، هتوديه على ناحيه اليمين مش هتاخد منه هو لاعب لا يجيد اللعبه ناحيه اليمين فقط. لما بتدي له حريه حركه في الملعب وحتى مع منتخب مصر في الوقت الاخير عمل 3 اسيست، ولما اخد حريه الحركه راح عمل الاسيست بتاع الهدف بتاع التعادل النهارده. لما حصل التعديله دي النادي الاهلي بان افضل. لما انت حسيت من خلال الاداء الفني اللي الامور بتهرب منك ابتديت خلاص تتحمل مسؤوليتك من الشوط الثاني، والمشهد اللي ظهر ما بين محمد هاني والشناوي. كنت اسالك على الموقف ده. بص هقول لك على حاجه، انا ما بحبش اتكلم في حاجات بتحصل اسمها شده ملعب، ولكن كابتن الفريق ليه احترامه مهما كان اللاعب اللي قدامه نجم واسمه كبير. انت بتتكلم على حارس المرمى عنده رؤيه اكبر من ورا فلازم يتكلم طول الوقت. رقم اتنين كابتن الفرقه ليه احترامه، لو اداك معلومات غلط انت تقول حاضر ونعم لان هو المدير الفني جوه الملعب. المشهد الاحلى لا انا حتى لو مش كابتن حتى لو مش كابتن فرقه مش كابتن انا بتكلم عشان حارس المرمى الوحيد اللي يتسمع كده بالظبط. ليه؟ عشان هو شايف انا مش هقف عند ده لان دي شده ملعب طبيعيه، ممكن بيبقى بكلمك انت مضغوط شويه حاسس ان انت حالتك الفنيه، فده وارد في كل المشهد الاحلى اللي هم قبل ما يخرج المباراه شفنا اللي هم الوضع الاداري في حاله زي كده كابتن ولا اي حاجه خالص من رايك ولا اي حاجه خالص ما يبقاش في عقوبه ماليه لسواء ولا ده شده يتعمل عقوبه على هاني لا انا لا انا بقى لا يتعمل شده ملعب كوره انا النهارده اللي احنا بنتكلم عليها بالظبط. انا النهارده في الملعب عادي جدا لازم يحصل. ابراهيم النهارده بيعمل ميز باص كتير لما بروح اكلمه هو ممكن مش مستوعب كلام، ممكن يقبل من شادي ممكن ما يقبلش من واحد تاني، كانت بتحصل. فلازم كره القدم مرتبطه بالكلام، ما بتبقى مش ما ينفعش نبقى ما بنتكلمش حقيقي. لازم تتكلم طول الوقت. فبيتكلم انا مع ابراهيم في دي حارس المرمى بيبقى ورا شايف الملعب كله. ايوه بس كابتن شادي عشان مثلا انت عارف الاهلي ومتفقين ان في ثوابت معينه في فكره التعامل مع اللاعبين مع بعضهم داخل الملعب، واللعبه دي كمان بانت قدام الناس. ففكره العقوبه او شده ملعب مشد اكمل بس حاجه اخيره عشان انا كاتب عشان ايه ما يروحش من هنا الكلام ما تبقاش زي موسيماني في عرض ليه جاي من منتخب الجنوب افريقي. انا اتصور اللاعب لما بيبقى في حاله تجديد ذهنيا بيبقى حتى ممكن يكون الفريق بيعتمد عليه بتبقى مشتت لحظات لما بيجي لك عرض. تمام. ممكن موسيماني من وجهه نظري ممكن مباراه النهارده يكون ليها تاثير عليه. العرض اللي جاي هيمشي؟ لا في كلام مع رئيس النادي الاهلي، انا عندي معلومات اللي في كلام مع كابتن محمود الخطيب وبيستشيروه اللي هو في قصه العرض. فدي بتاخد من ذهن المدرب شويه. ولكن
النادي الاهلي ظهر النهارده من وجهه نظري شوط اول سيء جدا. قدر يتدارك الامر في الشوط الثاني ويقدر يجيب هدفين. دي روح الفانيلا الحمراء اللي انت بتراهن على الاهلي طول الوقت، بتراهن على اللي بيلبس تيشيرت النادي الاهلي ويتحمل مسؤولياته. ولكن الطبيعي جدا اللي انا انزل، الفروقات الفنيه كبيره، اللعيبه الخبرات كبيره، لو عملت كل حاجه هتلاقي كفه النادي وانت الاهلي. وانت كمان كنت شفت الفريق ده هنا في القاهره وكسبت اربعه بالظبط، فانت اتعاملت مع المباراه بعدم استسهلت، مفيش جديه في الاداء. جمر بهدفين والحمد لله اللي ضربه الجزاء راحت، عشان كده لسه هكلمك في جزئيات مهمه جدا يا كابتن شادي وكابتن ابراهيم، بس خلينا نطلع على فاصل. ايه الفواصل دي كلها؟ فاصل وبالقد كابتن ابراهيم.